طبعا يعني احنا هندعمه طبعا، وهننزل في حاجات كتير قادمة، هنحفز الشباب على دعم الرئيس، واقفين في ظهره طبعا وهنسنده. واهم حاجة طبعا ان حد يفيدنا ويساندنا ويساند شبابنا ويحسسنا بالامن والامان، واحنا موجودين هنا بندعمك يا رئيس من محافظة قنا عبد الخشابي، ماسك امانة المهنيين، مساعد امانة المهنيين في حزب مستقبل الوطن.